السلام عليكم إخوان والأخوات المتتبعين، شكرا لكم. أنا اليوم لحد ما كاين حد، وأنا جبت هاد المواتير ديالي. أنا عندي في الماريو ونخرجو، وأنا اليوم دوشت ليه دا هو الترونسبور ديالي، دا هو اللي كيهز لي رجلاتي، دا هو وسيلة النقل ديالي من العمل للدار. يوميا فاني داخل في هاد الشينوا اللي صابوا لينا هاد الشي، ديال الصح كنت محنوف. الحمد لله انا درت لي جوج كاسكات، واحد الكاسك ديالي انا، واحد ديال الموتور ديالي. دا هو كنخاف عليه يوقع لي شي حاجه، داكشي علاش كندير لي واحد الكاسك وانا كندير واحد. ايوا وصلت لي اليوم، من شحال هادي مديتو للحمام. اليوم تحزمت لي، دوشت ليه، درت ليه الشامبان، حكيت ليه مزيان، كنوسخ مسكين. شوف شحال ديال الوسخ خرج منو، بعد ما فينا غادي تكرفص هو مسكين، كان مغبر مزيان. وصلنا ليه، واليوم دوزنا الصبحية ديال الحد. الجو سخون مشمش ومشمس والمشمش، اليوم حرارة سبحان الله العظيم. الجو سخون هنا في الدار البيضاء، اليوم الأحد، حنا الموتور يلا غسلناه، ها هو نشف. دابا يلا الحديد ينسقو بيدي، هو نشف، يلا ركب وزيد. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. الناس اللي كيتفرجوا في القناه ديالي كنتمنى تشجعونا، ان شاء الله كاين مزيد ديال المفاجآت، ان شاء الله كاين بزاف 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 في الانتظار. خصنا هاد التشجيع ديالكم باش نوصلوا ان شاء الله للجهات في الفيديوهات. يعجبكم ان شاء الله الإخوان والأخوات المتتبعين الأصدقاء القدماء والجدد، مشكورين كاملين، كنشكركم. نتمنى اللي يعجبو شي فيديو ديالي ويعمل لينا التعليق ويعمل شي تشجيعا فضلا وليس أمرا. اللي مسكين عندي يعجبو الفيديو يشارك في القناة عندي، الله يجازيه بخير وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.